السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. بيان من المالية بشأن رواتب الموظفين. دعت وزارة المالية وحدات الإنفاق في الوزارات والمحافظات إلى مراجعة دائرة المحاسبة في الوزارة لاستكمال تمويلات رواتب الموظفين للشهر الحالي. قالت الوزارة في بيان أنه بتوجيه ومتابعة وزير المالية طيف سام محمد، تدعو وزارة المالية وحدات الإنفاق للوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة إلى مراجعة دائرة المحاسبة في الوزارة يومي الجمعة والسبت 22 و23 كانون الأول الحالي، ذلك لإغراض استكمال تمويلات رواتب الموظفين. وأضاف البيان كما وجهت وزيرة المالية باستثمار دوام موظفي الدوائر المعنية بإجراء التمويلات خلال أيام العطل الرسمية دون انقطاع ولغاية نهاية السنة الحالية. يذكر أن وزارة المالية أعلنت في يوم الأربعاء مباشرة بإطلاق تمويل رواتب الموظفين لشهر كانون الأول الحالي. مصرف الرافدين يصدر تنويه للمستلفين من القروض والسلف. أصدر مصرف الرافدين تنويها للمستلفين من القروض والسلف في بيان امتثالا لتعليمات البنك المركزي العراقي. ندعو الزبائن المستلفين من القروض والسلف لتحديث بياناتهم ومعلوماتهم، مؤكد أن الزبائن الذين تم منحهم السلف إلكترونيا بإمكانهم تحديث البيانات الشخصية من خلال الدخول إلى تطبيق مصرف الرافدين الإلكتروني على أجهزة الموبايل من دون مراجعة أي فرع أو مكتب أو وسيط وتابع المصرف. أما الزبائن الذين تم منحهم القروض والسلف يدويا فعليهم مراجعة فروع المصرف كلا وبحسب الفرع الماسك لمعاملته التي تسلم منها القرض أو السلف سابقا لغرض التحديث. إنصاف ذوي الدخل المحدود الاقتصاد النيابية تطالب الحكومة بسرعة إقرار سلم الرواتب الجديد. طلبت لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة النيابية في البرلمان الحكومة بالإسراع بإجراء إقرار سلم رواتب جديد. وقال النائب رئيس اللجنة النائب ياسر الحسيني أن مجلس النواب فاتح الحكومة بالعديد من المخاطبات فيما يخص سلم الرواتب الجديد، مبينا أنه تم تخصيص لجنة لدراسة السلم لإنصاف ذوي الدخل المحدود والرواتب المنخفضة للموظفين. كذا أن مجلس النواب دعا إلى تسريع الإجراءات الحكومية لغرض تشريع هذا القرار الذي يتضمن جنبة مالية تسهم بالتخفيف عن أصحاب الدخل المحدود. وأوضح أنه ليس من صلاحيات مجلس النواب أن يطرح أي قرار أو قانون أو مقترح قانون للحكومة يتضمن جنبة مالية، ولا بد من تكثيف المطالبات للحكومة بتسريع الإجراءات وإنهاء أعمال اللجنة الخاصة بتعديل سلم الرواتب من ثم المضي بالإجراءات الخاصة بهذا القرار.